اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ميكرو غسان. اليوم سوف نتكلم اللغة العربية الفصحى فقط. لقد غيرنا المدينة نزولا عند طلبكم، والان نحن في مدينة القنيطرة. سوف نسأل الناس ونكتشف مستواهم في اللغة العربية الفصحى، هم هم ضليعين ام لا. هيا لنبدأ الحلقة. كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله يا اخي. سعدت بلقائك. تشرفت بلقائك يا أخي. ما هو اسمك يا حبيبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. على اسم محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب. أنا أعطيكم أسئلة وبالدارجون ثم تقولون بالعربية فصحى، صافي؟ والله نشدك حتى نفرشخك. بالله عليك لو قطعتك لا قطعتك. إرابة إرابة. سميتك؟ مصعب. فين كتقرا؟ كنقرا السابعة. سابعة؟ ابتدائي ولا أول؟ لا إعدادي. إعدادي ثانوي؟ إعدادي ثانوي. زيان معلم، عندك مع العربية الفصحى؟ عندي مع العربية الفصحى. والله تقدر تهضر معايا غير بالعربية الفصحى؟ لا أريد أن أتكلم بالعربية الفصحى. لماذا يا أخي؟ لأنني لا أتقنها. لا تتقنها جيدا؟ لأنها لا تصدق. كم لا تصدق؟ كلب غريرة. لا تفتق معايا. علمك علموك تقرؤون البغرير في المدرسة؟ في الثاني ابتدائي قرأنا البغرير والملاوي والشهامي والدهماني. صوب معنا في التمام. رقعي شوي. سورية. سورية. خونا وبغاو يفارقونا. أخي ويريدون أن يخاصمونا. معلم برافو. جيت طالب راغب في بنتكم. أريد أن أتزوج بنتكم على سنة الله ورسوله. حلالا طيبا. حلالا طيبا. إياك أن تخرج معها قبل الزواج. وإذا كان فيها الديفو سأرجعها إلى دار أبوها 100% 100% مع عند وزارة الصحة. معلم أنا اليوم السادرة خرجت ندير التربية الإسلامية تنديروا لي معها شي حل. السادرة ديال التربية الإسلامية شنو الحل لي؟ شنو درتي لها؟ ما أعرف ما مالا معايا. تبقاش عايرني وداك الشيء. ماشي مسلم. ودابا تخيل الله داك الشيء ديال فرنسي معامل خمسة تربية إسلامية معامل جوج. كفار ما داروهاش. والله نشدك تنفرشخك. والله عندما اقبضك سوف اخلي دار امك. معلم ضليع هي تصاوب معنا في الثمن. ثمن في الثمن. جاك الثمن غالي؟ لا والك. اللي دار راسه في النخاله ينقب الدجاج. الرأس الذي ينحني على مادة النخالة ينقطه الدجاج. ينقطه الدجاج. من جعل رأسه في النخالة نقبه الدجاج. طالع لي المورال اليوم. اليوم مكشائب. والله نشدك حتى نفرشك. بربي إن والله نشدك حتى نفرشك. لئن أمسكتك لا أضرب أنك ضرب المبريحة. برافو معلم. مالك مخلوع؟ لماذا أنت مضاجر؟ لا وكيلات مضاجر. بغينا نولفك غير المحل. نريدك أن تولف متجرنا. تولف. طالع لي المورال مزيان. أنا حقا سعيد. صوب معنا في الثمن لحظتك. قم لنا بتخفيض. اعمل جميل. تخفيض. اعمل جميل. قلت من عضه الحناش يخاف من الحبل. يا سلام. مشينا للغابة وضربنا الشوا. ذهبنا إلى غابة معمورة واسترحنا وأكلنا بعض الوجبة، وهي وجبة اللحم مشوي داخل وسط الغابة معمورة. لم تحرقوا الغابة. لم نحرق الغابة، نفعل أي شيء. الحمد لله. جبنا الطلبة وقرأوا لنا شي بارك. أتينا بفقهاء فأتونا بتلاوة من القرآن الكريم. صدق الله العظيم. هادي واعر. واش تقول قايله؟ هادي واعر اللي جاب لك. واعر وميسي بلاص. مالك يا
وحاجتي فقريني جابوك وجابوني ادو الخيل بابا وكيجيك ايوا شتي ايوا زيدني على داك خربوا الشواصر ولا غيبتي وابتي وابتي حاسبك بذنوبي اه يا وهي خاص تسلم عليها استاذ سلم عليه قول لي يسلموا عليك الناس الاذاعه الناس الاذاعه كيسلموا عليك نوضوا تشطح دارتها بصح قامت كي تشطح ثم فعلتها صوابا بصح جبتها لاصقه خويا شيخه مزيان تراكس تحيه من هنا التراكس صاحبي رود الدور عايشين عيش نعطيك درهم عايشين عيشة الدبانة في البطانة نعيش عيشة الدبابة في البطانة كاين احنا خوت ماشي حوت نحن اخوة ليس سمك معلم خطير مالك مخلوع مالك ما مرتاح لماذا انت اخف اخيف خائف لماذا انت خائف نعم هتعطيني دقيقة بالغرار المفتحة جيدا صافي ومشيو صافي اشتري درهم نعطيك درهم اشتري درهم اعطيك خمسة درهم دوزري فيسبوكي انا اعطيك خمسة درهم ودوزك فيسبوك صافي ديروا الدرية لايك جوجو بيا ديروا الطاليان شقاش نقرا عن التربية الإسلامية ياك ديروا الطاليان اش باغي الطاليان اه مشي الشوكولاط ونجي هنا نبيع بيكارات دري صغار بحال هذا لا خويا لي بوتي جون لي بوتي أطفال فهمتي لي غارسون طلعوا عليا واش درتي كسكروت اليوم كليتي شوي سورية ولا لا ماشي سورية مهم العربية الفصحى قريبة شوية قريبة لسوريا من لبنان فهمت صح مزيان ترجموك بالانجلي والله نشدك حتى نفرشخك If I ever caught you I'm gonna bust your ass واو دير مع اخوك زوين رقع حبيبي خليج مزيان ثم طايرين لي على كل شيء مزيان واخ اصبحت خاسر اليوم غضبان على نفسي اغنيه ديال جاسمي هذه فوالا الله نشدك حتى نفرشخ قاعده ندور عليا عشان يفعل ايه ليش بيدور عليك عشان يفعل لك ليش بيدور عليك خلينا زاهين شويه ماك مخلوع ليش مخلوع حبيبي ليش ما مرتاحش شي اغنيه خليجي دابا مورا مرني نوضوا تشطح دارتها بصح قاعده ترقصي لي هون ترقصي ترقص حبيبي تعامل معنا بالرجوله زقي الوضع شوي زقي وضعش صوب معنا في التمان كل شيء عليك ضروري ضروري make a better price ولا make a good price اللي عدو الحنش كيخاف من من القنب من عدو التعبان عدوه مالك مخلوع مالك ما مرتاحش ما بك يا صديقي مخلوع الفقيه اللي نتسناو باركته دخل الجامع بلغته الفقيه هو الذي لا الفقيه هو الذي نتسناو دخل الى المسجد ببلغته بلغته بغينا نولفوك غير المحل قول لي الجمله كامله بالعربي بغينا نولفوك بغينا نولفوك غير المحل تولي كليان ديالنا تولي كليان ديالنا بالعربي بغينا نولفوك المحل بغينا نولفوك المحبة لا مثلا نريد ان نريد ان ال حانوت قيل اللي نتسناو باركته دخل الجامع ببلغته الفقيه الذي ننتظره بركته دخل الى الجامع المسجد ولقد نسى لعنه نعلشه لعنته فري بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين تريح من القوال نصت بلاك منا نزفت نزفت مزيان نزفت كاين نزفت صوب معنا في الثمن المرجو ان تصوب معنا في الثمن لا ناضي ناضي برافو قرقبوا عليه البوليس اقبضوا عليه البولي الشرطه كاين فاتك بليلة فاتك بحيلة الذي فاتك بليلة فاتك بحيلة
نحيله معلم نحيله نحيله قرقبوا عليه البوليس. اعتقل من طرف عناصر سلطه الامن الوطني بالمدينه. ويا ابو شرويط تايد سلاك الخيط قرطيط بلازنطيط وضربوك بالراكيط ومشيتي جنب الحيط كون دارولك الكلاكيط. ما هي المدينه التي تعجبك في المغرب؟ المدينه اللي تعجبني في المغرب هي الرباط. الرباط مثلي مثلي. انت مثلي؟ ليه مثلك. نعم مثلي. مالك مخلوع؟ مالك ما مرتاحش؟ مالك مخلوع؟ لماذا انت اخف؟ لماذا انت خائف؟ لماذا انت لست مرتاحا؟ دير بوجهي. اعمل بوجهي. اعمل به. اعمل بوجهي زعما. نعم نعم. بغينا نولفوك غير المحل. نريد ان نستأنسكم بالمحل. نستأنسكم بالمحل. نريد ان نستأنسكم بالمحل. جميل جميل. راه الغوت وراه. راه الغوت وراه. باللغة العربية. هناك وال شنو نقول لك؟ هناك والمشاكل تلواك. اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة. من مرت عليه ليلة قبل أن تلد فلقد فازك بحيلة. خطير خطير لا خطير. دير مع أخوك زوين. تعامل مع مون فخير. تعامل معنا تعامل مع مون فخير. عضو الحنش كيخاف من القنب. لأكله الأفعى. أكلته الأفعى يخاف من الأرنب. سلفني حتى ندير ونرجع لك. سلفني مالا حتى يدخلني الصالير. دوي علينا وجي علينا. تكلم عنا وتعال معنا. تمزيخت كلشي ما إلا المهم تبع غسان وكلشي تابوني ورا اليوتيوب إنسان الله يمر هدار. او خليكم منزكين. الحلقه ديالنا سالات. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير وشكرا على التفاعل ديالكم. خليوا لي الاراء ديالكم لتحت وما تنساوش ديروا ابوني. وانستغرام ديالي ها هو نخلي لكم هنايا. ها هو انستغرام. دخلوا عند الانستغرام. ها هو انستغرام. صافي يلا باي باي. السلام عليكم.